مرحبا أبي، كاميرا سرون. Güzel kamera. مساكم الله بالخير. هذا كشف المعادن ولا؟ هذه 8 كي هذه. عبالي بتدور الصندوق. عبودك يا يني شنو؟ تانتان يا حليلة. تانتان عند التين. حلوة مكتوبة. ما حد قاطها قبلي. هذا كنا ولد الديرة. تغلوب. وش مكان؟ صغار. هذول الحرامين. هذا النمر الوردي. هذه سلاحف النينجا. ما ادري يعرفونهم الجيل الجديد ولا لا. Kazan doğmuş oğlum kutluyum. Kazan doğmuş. Kazan kim doğmuş? Kazan ölünce de diyecek. Öyle doğduğuna inanmıyorum da öldüğüne inanmıyorum. Hala mamut.
أوبريكس أستريكس دوري ليلهم الأقزام الأميرة الناعمة الأقزام 18 هذه استثارة من المهم وايد هذا بابا عين سيلا هذا دونالد داك اللي يقول شيء
ريشني هذا. وين عمر؟ زبلاين وفي التسلق الجهه دي اللي عجبني كان صراحه في هذه مو السياحيه اللي يعني الماي ب 10 ليره اي مطعم يبيع لك الماي باكثر من 10 ليره اعرف انه سياحي. المكان حلو، طاولات حلوه ما عليها ازدحام. طبعا في المقبره العوده نسعد. اليوم صديقي عمر يكمل سوالفنا نفس كل مره. شنو عجبك بالحديقه؟ طبعا انا نسيت اقول لك، طبعا ورا السور هذا في مجسمات، مجسم الطاووس والبيانو، وفي الممشى داير مداره تقريبا في 400 متر، تقريبا 400 متر اللي يحب يتمشى لبيته او شقته قريبه يقدر يتمشى. ايه شو تقول؟ طبعا في مصليات، مصلى رجال، مصلى نساء، مكان شعبي تقضي فيه ساعتين ثلاث حلوين انت وعيالك تتمشى. طبعا ما شاء الله اشجار الزيتون والتين هني شيء خرافي. انا ذقت صراحه، انا وعمر قطعنا من او قطفنا من التين. الزيتون طبعا ما مو شغلنا، قطفنا من التين صراحة شيء خيالي. اللذاذة سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أقسم بالتين والزيتون، وإنه قسم لو تعلمون عظيم. الله سبحانه وتعالى عندما يقسم بمخلوقاته يقسم بشيء عظيم، وهذا سبحان الله شجرة التين. في منه المستوي وفي منه اللي مو مستوي، مثلا هذه مستوية اللي يمها مو مستوية. انا شخصيا قطفت منه شيء لذيذ للغايه للحين سبحان الله. طبعا درجه الحراره الحين ما ادري، لكن الشمس ما بقى يمكن على الغياب الا 24 دقيقه. درجه الحراره حاليا 26. لا استغفر الله، اي 26 23. المكان جميل، مرتفع، خلفك هناك الولودة، هني خلفك هني مودانيا، هني جملك، الممشى اللي يدور حوالينا من هني. هذه الأماكن اللي ما غطيتها. نغطي المسجد، تعال عمر نغطي المسجد. المسجد صراحة تصميمه جميل جدا، طبعا الورود والمسطحات الخضراء، أشجار الزيتون، وفي كم شجرة والله ما عرفتهم لهم ثمار. إيه وفي أنا شفت البندق، شجر البندق شيء عجيب صراحة. لا تلعب لا تلعب حبيبي، لا الورد هذا خلوه عشان نشوفه ما عشان نقطفه. اذا كل واحد يقطف ورده بموسم واحد ولا تلقى ولا ورد. هذا المسجد تصميمه ما شاء الله. انا اعرف بيء وبيان، اركك وقدم
ما ادري لكن هنشوف. مفتوحين ولا مفتوحين؟ ما شاء الله. هذا المسجد مفصول الرجال عن النساء، شيء طيب صراحة. والله اعتقد ان الرجال يمين دائما، بس التكييف شغال ومعتنين فيه اعتناء طيب. وهذا حمام حق ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك الحمامات اللي هني حمام للنساء وحمام للرجال. واعتقد انه الرجال اسمه إركيك، إركيك اللي هو الرجال. لا 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 تصير مبذر، هذا الماي شريناه عشان نشربه. وسلامتكم، هذه الستيج 2 من الحديقه.